وتبقى معنا نجلاء بوخريس من تونس. إذا نجلاء، البرلمان التونسي يواصل جلسته الخاصة بمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، ما المؤشرات لديك إلى الآن بشأن منح حكومة الفخفاخ الثقة من عدمه؟ هل ستصل إلى 109 أصوات؟ نعم، تستمر فعاليات جلسة المصادقة على هذه الحكومة التونسية الجديدة، حكومة الياس الفخفاخ. بالفعل هناك أجواء اليوم من تباين كبير في ردود الفعل والمواقف السياسية بخصوص منح الثقة لهذه الحكومة من عدمها. هناك أحزاب كانت قد أعلنت رفضها القاطع منح الثقة لهذه الحكومة، من بينها مثلا حزب قلب تونس، الحزب الدستوري، وأحزاب أخرى بالإضافة إلى عدد من المستقلين، فيما طبعا تحظى هذه الحكومة بحزام سياسي واسع في حركة النهضة، في حركة الشعب، التيار الديمقراطي، وأحزاب أخرى هي يعني موجودة في تمثل تركيبة هذه الحكومة في النهاية. اليوم تحدث الياس الفخفاخ رئيس هذه الحكومة عن التحديات التي ستواجهها حكومته، التحديات الاقتصادية، المالية، المعيشية، خاصة تلك التي تتعلق مثلا بمحاربة الفساد وما أسماهم المتلاعبون بالمال العام، أيضا القطاع الصحي، قطاع التعليم، المواصلات وغيرها. طيب، من كبرى الملفات الساخنة والحارقة اليوم بحيث في أنت هناك نجلاء، لكن برغم ذلك وبرغم هذا الخطاب التفاؤلي، نعم، هل رفض منح الثقة لكل من الحزب الدستوري وقلب تونس وائتلاف الكرامة ومشروع تونس إلى غير ذلك، هل من الممكن أن يؤثر ذلك على باقي الأحزاب؟ وهل يبدر من ذلك تخوفات لدى الشارع التونسي من إعطاء هذه الحكومة الجديدة فرصة؟ طبعا بحسب ما يدور هنا في الكواليس، ونحن كنا نتحدث منذ قليل مع بعض النواب، يعتبرون أن 109 صوت ربما سيكون يعني متاح لهذه الحكومة للمرور وأن تمنح الثقة وتصبح حكومة فعلية، باعتبار أن عدد مقاعد حركة النهضة مع عدد مقاعد الأحزاب الأخرى المكونة لهذه الحكومة تكفي 109 من الأصوات. لكن هذه الحكومة وإن مرت لن تمر بعدد كبير من 109 صوت، يعني ربما 120 أو 130 صوت على أقصى تقدير. سيناريو الذي يطرح هنا هو المخاوف من حل نجلاء البرلمان كخطوة إذا ما فشلت هذه الحكومة في إقناع البرلمان وطبعا كسب الثقة. هذا السيناريو يظل في انتظار نتيجة يعني هذه الجلسة نجلاء بوخريس، الحزام السياسي المكون لهذه الحكومة. شكرا جزيلا لك نجلاء بوخريس مراسلة الغد، كنت معنا من تونس.